السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها واحد المكون رائع يستعملوه الناس اللي مصابين بومزوي، خاصة في الشهر الفضيل كتغير نمط التغذية. كاين بعض المرات اللي كيتناولوا الطعام بزاف وعندهم مشكل ديال القولون العصبي، كيتعذبوا بزاف كيف ما طرحوا لي بعض الأخوات في هذا الشهر الفضيل. كيعطيهم آلام وكيعطيهم نبض كبير وكيحسوا بأعراض كثيرة كثيرة ديال القولون العصبي. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جرب حكم أول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بأمر. ورمضان مبارك سعيد على الجميع. نرجعوا اخواتي اخواني لهذه الحبوب اللي نصحوا بها خبراء التغذية، حبوب كيف ما سبق لي وطرحتها لكم بزاف على قناتكم جربوا حكم، نصحتكم بها باش تدخلوها في النظام الغذائي ديالكم، وخاصة الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الناس اللي كيعانوا من مشكل ديال الشقيقة، الناس اللي كيعانوا من مشكل ديال الامساك، الناس اللي كيعانوا من مشاكل ديال القولون. يمكن لكم اخواتي اخواني دائما كنترك لكم الاختيار انكم دير واحد البحث بسيط على هذه الحبوب، بودرة الكتان، بذور الكتان، وما ادراك ما بذور الكتان، والفوائد الكثيره 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 اللي كتمنحنا هذه البذور اللي الثمن ديالها تقريبا في المتناول ديال الجميع. ورغم ذلك كثير كثير من الناس ما كيستعملوهاش او لا كيتفادوها، رغم ان كي الى رجعنا للتغذيه ديالنا في الزمن القديم الناس كانوا كيديروها في الخبز، كيديروها في السلو، يعني مدخلينها في النظام الغذائي ديالهم كيتناولوها يوميا تقريبا. عرفتوا الناس ديال الناس زمان كانوا كيديروا الجنجلان، كانوا كيديروا هذا زرع الكتان، كانوا كيديروا سانوج، كانوا كيديروا حب الرشاد، كاع هاد البذور هادي، كاع هاد الحبوب هادي كلها، هاد الزريعه هادي كلها عندها منافع، ولكن دائما كناخذوها متوازنه يعني مع الصحه ديالنا باش ما تضرناش، ناخذوها بالقياس كيف ما دائما كنقول. بالنسبه رجعوا الموضوع ديالنا، الناس اللي كيعانوا من مشكل ديال القولون او المشاكل خاصه في الشهر الفضيل، ما عليكم غير بزريعة الكتان طحنوها ونديروها في واحد القرعة، هي راه ما كتحمش، فقط اخواتي اخواني نجيبوا واحد الكمية راهي نص كيلو ديالها تعطينا تعطينا البائع تعطينا نص كيلو، راه كتير، نجيبوه ونقيوه ونحطوه في البيت ديالنا ونبداو نستعملوه في النظام الغذائي ديالنا ونعطيوه حتى الاطفال ديالنا، لان فيها بزاف ديال الفيتامينات غنيه غنيه كتنفع الجسم ديالنا بزاف، وخاصة اللي كيعاني من الامساك، كيعاني من هاد المشاكل هادي ديال الشقيقة، كيعاني من المشاكل ديال القولون، فيها بزاف تاع المنافع. بلا ما نطول عليكم اخواتي، هاد الوصفة ولا هاد الحبوب هادي بذرة الكتان نستعملوها الناس اللي كيعانوا نستعملوها الناس اللي كيعانوا من مشكل ديال بومزوي وكيضعفهم بزاف، يعني بومزوي ما كيخليهمش يستافدوا من التغذية ديالهم بالطريقة الصحيحة. تبعوا بذرة الكتان، دخلوها في النظام الغذائي ديالكم، طريقة سهلة بسيطة، اللي قدر يتناولها كما هي حبوب يتناولها، اللي بغى يطحنها يطحنها ويديرها في واحد القرعة الدجاج وبدا ياخذ منها على الاقل جوج معالق كبار، جوج معالق كبار او لا جوج معالق ونص، ياخذها في اي وقت، في اي وقت. دابا في رمضان نفطر ونهز واحد المعلقه ونصفها مع الماء، ولا نشربها مع نديرها مع العصير ولا نخلطها، المهم نتناولها باي طريقه حبيت، ونتناولها بعد الافطار بعد العشاء مع السحور، لما لا معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره. غادي تحسوا الا تبعتوها غير 3 ايام الاولى غتحسوا بواحد التغيير كبير، خاصه الناس اللي كيعانوا من مشكل ديال بومزوي، بومزوي الدرجه الاولى، عندهم تيكون عندهم الامساك، غادي تخلصوا من هذا المشكل والتغذيه ديالهم غيبداو يستافدوا منها بشكل طبيعي. هاد البذور هادي مجربه والفعالية ديالها 100% وفي المتناول ديال الجميع، ويمكن ليك الا بغيتي تاكد من المعلومه دائما تلجأ انك تبحث على المكون وتقرا عليه باش تعرف الفوائد ديالو وتعرف الاضرار ديالو باش تاخذو بكل اريحيه. نتمنى اخواتي اخواني الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا عفاكم بالتشجيعات والدعم، وتزيدوا تشجعوا قناتكم جربوا حكم باش تعطي المزيد باش تستمر باذن الله. ونتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. بالنسبه للناس اللي ما يمكنلهمش يستعملوها كيف ما قلت، الناس دائما المراه الحامل، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم حساسيه، هادو ضروري استشاره الطبيب قبل ما يستعملوا اي حاجه. هي كتخاد
الى اقصى درجه الجمعه كبار منها، نقدروا نطحنوها يعني، نقدروها نطحن نقيوها ونطحنوها. هي ما كتحمش. كاين بعض الاخوات اللي غيقولوا لي واش كتضعف ولا ما كتضعفش. بعدا راه غير المعير بوم زويره هو كيضعف بواحد الدرجه كبيره. اذا كانت عندك الجهاز الهضمي ما مزيانش يعني، ما صالحش، راه هذا في حد ذاته كيضعف يعني. ما كتستقبليش التغذيه تاعك بصفه منتظمه، وتغذيتك ما كتستفديش منها. من بعدا نتخلصوا اولا من هاد المشاكل هذه، عاد نتبعوا. لان زريعه الكتان كيديروها في الصفوف، كيديروها مع الزنجلان. الا بغيتيها تزيدك في الوزن خلطيها مع المكسرات، طحنيها وخلطيها مع المكسرات وبداي تاخديها باي طريقه حبيتي، 3 المرات في اليوم لما لا. نتمنى اخواتي تكون هذه المعلومه وصلتكم، ونتمنى اذا كانت الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم دعمونا وتزيدوا تدعمونا. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.